دعواتنا بالصبر الجليل والجميل لرفيقة دربك ولأميمة ولينا وغالي ولكل أصدقائك ومعارفك ولرفاقك، ومؤكد يا جواد أنك كما نحت لنفسك اسما في السياسة والمهنة والمجتمع وفي العلاقات العامة، فهذا الاسم سيظل منحوتا في ذاكرتنا وفي وجداننا وفي قلوبنا. فاللهم اغفر لأخينا وارحمه واشمله بعفوك ومغفرتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله. هي فاجعة بكل المقاييس. فقدنا أخا عزيزا وصديقا وفيا ومناضلا صادقا، إنسان متواضع، إنسان معطاء متعاون حقوقي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إنسان متحضر يعجز اللسان في هذه اللحظات أن نفي المرحوم حقه. جواد التويمي لم يموت، جواد التويمي ليس له مثيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.